هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. لا تقف في بداية الطريق إن وجدت صخرة، فهذه جزء من جسر ستبنيه يوما لمستقبلك. وجهتك ليست مكانا تصل إليه، إنما هي طريقة جديدة ترى بها الأشياء. الأرض الخضراء تطل عليكم عبر قناة الأنيس لتخصص لكم هامش أخضر شعاره البيئة عنوان للحياة. وفي عدد اليوم سنتطرق للمواضيع التالية. غير بعيد عن مدينة سيدي بالعباس وتقريبا عند سفح جبل تسالى ببلدية عين تريد، توجد بحيرة سيدي محمد بن علي، أو كما يسميها البعض بلاكي، التي تعد فضاء طبيعيا خلابا وفريدا يجمع بين خضرة النبات وزرقة ماء البحيرة. لكن وللأسف عدم الاهتمام بهذه البحيرة من قبل السلطات وكثرة الأوساخ التي يخلفها الزوار جعل منها مكبا للنفايات وحول منها فضاء ملوثا. هذا اللاك متكلفنا به بلدية عين تريد، وبلدية عين تريد مدينة صغيرة وفقيرة بزاف. طائر الحسون، أو كما يسميه الجزائريون بالمقنين، طائر من أجمل الطيور الأليفة ذات الحجم الصغير. في تفاصيل نشرتنا البيئية نستهلها من جريدة وقت الجزائر التي عنوانت هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها. تعد البحيرات وكافة تجمعات المياه الراكدة بيئة طبيعية متميزة عن مياه الأنهار من عدة نواحي، أولها قلة الرسوبيات والنباتات. فماذا لو تعرضت هذه البحيرات لأذى البشر مثل ما حدث مع بحيرة سيدي محمد بن علي بولاية سيدي بالعباس التي أضحت مكبا للنفايات، وهو ما سنشاهده في الروبورتاج الذي أعدته الزميلة بدرة مغربي، فلنتابع. غير بعيد عن مدينة سيدي بالعباس وتقريبا عند سفح جبل تسالى ببلدية عين تريد، توجد بحيرة سيدي محمد بن علي، أو كما يسميها البعض بلاكي، التي تعد فضاء طبيعيا خلابا وفريدا يجمع بين خضرة النبات وزرقة ماء البحيرة. يستقطب خلال نهاية الأسبوع والعطلات المدرسية الآلاف من الزوار الذين يبحثون عن الهدوء والهواء النقي. لكن وللأسف عدم الاهتمام بهذه البحيرة من قبل السلطات وكثرة الأوساخ التي يخلفها الزوار جعل منها مكبا للنفايات وحول منها فضاء ملوثا. هذا اللاك متكلفنا به بلدية عين تريد، وبلدية عين تريد مدينة صغيرة وفقيرة بزاف. نورمالمون هاد البحيره اللي راهي قريبه بالعباس، راه بعيده على العين، هاد نورمالمون يدخلوها لمدينه بالعباس ولا يعطوها ديفينيتيفمون، باسكو دايره نصها راهي سي بالعباس بلديه عين تريد، راه بين زوج بلديات وقعدوا متعاندين عليها، غير خاطر السكان مدينه بالعباس هما اللي يستغلوها، وسكان بلديه عين تريد مشاكين بعيده عليهم ما يستغلوهاش، كثره سكان مدينه بالعباس هما اللي يجوها. حنا نتمنوا باش يشوفوا الموضوع كما راك شفنا هنايا، راك تشوف واحد لي كيوسك بواحد البنيان بناوه فوضوي، كل شهر راكم سامحين تنجمي تضربي دوره وتشوفي باللي كل شهر راهم سامحين فيه. سيدي حسين جاي هنا نزور، هنا ندور شويه في اللاك تاع سيدي محمد بن علي. كيجوا الناس هنا يريحوا كاع، يلقاهم ينقوا شويه، الحياه راهي كاع مسخه كاع، دق شويه النظافه، وما شويه العائله كيريحوا يقوها نظيف، يريحوا غايه. ميم راه اللي يجي راهي ماشي نقي، اللي يجي يقيس لابوبيل تاعها ما كاينش قال ينقي. كيما نقول بحرة سيدي علي الله كيما نقولوا لها حنايا راهي ما راهيش نظيفه بزاف،
باسكو الشعب راه يجي هنا يفطر ويجوا يريحوا هنا هما والعائله تاعهم ويقيسوا لابوبيل تاعهم ويديروا لنا لابوبيل ويديروا لنا حاجه كيما هكا ينقوا يدوا صوالحهم. من بين الاسباب الاخرى التي تلوث مياه البحيره هي مياه الوديان الملوثه التي تنجرف مع تهاطل الامطار، والسبب حسب البعض هو عدم اهتمام مديريات البيئه بتصفيتها وتنظيفها. اليوم رانا في المركز والبوان اللي راه يدي للاك سمح المرعي وهو واد مكره، وهذا المخرج هذا المدخل تاع الكانال ها هما المدخل، المدخل هذا اللي قله يتنقى كل صيف يتنقى خطر الحمله اللي راها تجي راه تجيب الاوحال. راك تشوف الاوحال اللي راها كاينه، الاوحال اللي راها كاينه يليق ينقوا درك باش اللاك يتعمر خص هذه الاوحال، والنيفو تاع الماء تاع لا كونتيتي تاع الماء اللي تخرج من هذا من الكانال تكون كبيره. نشوفوا هذا الكانال معمر التربه والاوحال، ورانا نشوفوا لهيه هذيك عند الكويجي الحمله، راني يعني مصور حمله تاع جوي باقي لها 10 سنتيمتر وتخرج في الطريق كبيره، خاطر الجايه تزي حاجه كبيره القنطره راح الماء يخرج منها. نقلنا فحوى هذا المشكل لرئيس بلديه تريد فكان هذا رده. هو مشكل كبير في النظافه، بلدية عين تريد ما عندهاش عمال بزاف، عندها 3 عمال، عندنا ان كاميون طاساز ما نجموش حنا نقومو البحيرة سي محمد بن علي في النفايات، يوميا حنا نرفدو في هذه النفايات، ولكن رانا قاعدين غير في بلايصنا، ما عندناش امكانيات اللي باش حنا نقومو بحيرة سي محمد بن علي، البحيرة كبيرة. والمواطنين بزاف البحيرة في النظافة، البلدية تتدخل يوميا في السيمانة مرتين في الأسبوع ندخلوا هنايا نردوا النفايات اللي يكونوا متلايمين، والنفايات اللي تكون مبحتارة ما عندي ما تن تكون الجماعة تاع نظيفكم وبلدية بلعباس والبيئة. هذا المباني احنا مديرة البيئة هي اللي تدخلت وهم اللي هيئوا هذو الكيوسك، ولكن حد الآن مازال ما بنهم عليهم حتى رأي، ما طوهم لنا احنا جيناهم ما هما مدوهم، ما عندنا حتى تدخل في هذه البنايات اللي في بحيرة سيدي محمد بن علي. بحيرة سيدي محمد بن علي جنة خضراء من جنات الجزائر الساحرة، تناشد السلطات العليا المعنية بشؤون البيئة من أجل تدخل وإعادة الحياة لها وبث مشاريع خدماتية تحول منها إلى وجهة سياحية قارة. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها. لا يكتمل المشهد البيئي دون كائن أليف يصاحب الإنسان ويؤنسه بنحل جميل مثل طائر الحصون، طائر جميل نتعرف عليه في الركن الأليف. طائر الحسون أو كما يسميه الجزائريون بالمقنين، طائر من أجمل الطيور الأليفة ذات الحجم الصغير. يصنف طائر الحسون ضمن فصيلة الشرشوريات، كما يتميز بصوته العذب الجميل وتغريده بشكل مستمر. ضف إلى ذلك شكله المتميز واحتواء ريشه على عدد من الألوان التي تتوزع بطريقة معينة على مختلف مناطق جسمه، بحيث تميزه عن غيره من الطيور. يكون لون الريش الصغير الموجود على مقدمة وجهه باللون الأحمر القرمزي مع امتداد للريش الأبيض على باقي وجهه وصولا للرقبة حيث ينتشر الريش الأسود. يمتد الريش الأسود على طول ذيله وأطراف جناحيه، بينما ينتشر الريش الأصفر في منتصف الجناحين، ويتوزع الريش البني على ظهر الحسون والريش الأبيض على بطنه. تكثر مشاهدة طيور الحسون ضمن المساحات الشجرية الكثيفة كالغابات والبساتين الكثيفة الأشجار في مختلف بقاع العالم، كما يكثر تواجده في المناطق التي تزرع فيها الحبوب بأنواعها المختلفة لكونها من أحد الوجبات المفضلة لديه.
ينتشر طائر الحسون بأعداد كبيرة في تركيا وإيران وقبرص وبلاد الرافدين حتى جبال زغروس، كما يهاجر نحو الجنوب عند قدوم البرد متجها إلى سيناء وشبه الجزيرة العربية والجزائر التي يستوطنها نوع نادر من طائر الحسون يشتهر بامتلاكه أجمل صوت مغرد من بين باقي أنواع الحسون. يتغذى طائر الحسون على بذور الشوك، كما يعتمد على مختلف أصناف البذور البرية وحبوب الكتان في غذائه اليومي في حال عدم توفر بذور الشوك، ويمكن أن يلجأ إلى تناول الفجل والخضروات في حال انعدام الحبوب المفضلة لديه، حيث تكون نسبة الحبوب حوالي 90% من غذاء الحسون اليومي، بينما تحتل الديدان نسبة 10% من غذائه اليومي. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها. شرطة العمران وحماية البيئة تزيد 19 مفرغة عشوائية في العاصمة. الجزائر تدخر 45 مليار دينار بإعادة تدوير النفايات. منازل مستوحاة من المريخ قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة. أكثر التفاصيل في هذه العناوين نستعرضها في فقرة بيئة نيوز. في تفاصيل نشرتنا البيئية نستهلها من جريدة وقت الجزائر التي عنونت الجزائر تدخر 45 مليار دينار بإعادة تدوير النفايات، وجاء في تفاصيل المقال تصريح وزيرة البيئة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي التي كشفت أن الجزائر توفر أزيد من 45 مليار دينار، أي ما يعادل 300 مليون يورو سنويا، من خلال الاستراتيجية الوطنية المسطرة في إطار إعادة تدوير النفايات والحد منها، حيث تسعى الحكومة إلى إعادة رسكلة 35% من النفايات المنتجة بحلول 2035، فيما لا تتجاوز حاليا 7% من مجموع النفايات المنتجة. جريدة الشروق هي الأخرى نشرت مقالا وعنونته بشرطة العمران وحماية البيئة تزيل 19 مفرقة عشوائية بالعاصمة، حيث نشر المقال إحصائيات من بينها إحصاء 410 تدخلا تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية، و197 تدخلا حول إيداع أو رمي أو إهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم والبناء والترميم، و47 تدخلا متعلقا بإعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، فضلا عن 13 تدخلا متعلقا بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذارا أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة، بالإضافة إلى إزالة 19 موقعا ومفرغات غير عشوائية بالتنسيق مع السلطات المحلية. في الأخبار العالمية نشر موقع سكاي نيوز عربية مقالا بعنوان منازل مستوحاة من المريخ قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة، وقال كاتب المقال أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تتعاون مع شركة معمارية لتصميم منازل مستوحاة من بيئة كوكب المريخ في مبادرة يسعى من خلالها الجانبان للاستفادة من الطاقات المتجددة لبناء منازل صديقة للبيئة، وقدمت ناسا نصف مليون دولار لشركة معمارية مقابل إنشاء منزل مستوحى من تكنولوجيا البناء بالمريخ، ويعد المنزل الذي أطلق عليه اسم تيرا صديقا للبيئة وقد طبع بتقنية الثلاثية الأبعاد. موقع قناة الميادين العربية نشر مقالا عنوانه بانبعاث الغازات بلغ مستوى قياسي وقد تكون له آثار مدمرة، حيث عرض المقال تقريرا للأمم المتحدة التي قالت أن انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ارتفع إلى مستوى قياسي العام الماضي، وأن درجات حرارة العالم قد ترتفع لأكثر من مثلي الحد المتفق عليه دوليا إذ لم يتخذ إجراء يحد من ذلك. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها. في هذه النسمات الباردة هل فكرت يوما أن تستغل أغراضك القديمة لتجعل منها أغراضا جديدة ومفيدة في حياتك؟ فقط إرشادات خضراء ترشدكم على الطريقة.
هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها. لا أحد يستطيع إرجاع الزمن إلى الخلف ليبدأ حياة جديدة، ولكنه يستطيع الآن أن يضع بداية جديدة ليسطر نهاية جديدة. ختام هذا العدد من برنامج الأرض الخضراء حيث لا حدود للنقاء، نلتقي بكم في عدد آخر ومواضيع أخرى، وتذكروا دوما أن البيئة هي عنوان الحياة. إلى اللقاء. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنات.